بسم الله الرحمن الرحيم، معكم مستر علاء الخضري. وأهم المشروعات القومية للرئيس عبد الفتاح السيسي، سؤال وجواب عن المشروعات القومية. الجزء الأول. السؤال الأول أكمل العبارات التالية: تبلغ المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية الجديدة حوالي 170 ألف فدان. السؤال الثاني: تقسم العاصمة الإدارية الجديدة إلى نقط حي ومنطقة مختلفة الاستخدامات. 20 حي ومنطقة مختلفة الاستخدامات. السؤال الثالث: أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن العاصمة الإدارية الجديدة خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري. السؤال الرابع: يضم حي المال والأعمال في مرحلته الأولى نقط برج 18 برج. السؤال الخامس: تبلغ مساحة حي المال والأعمال حوالي نقط حوالي 1703 كيلو متر مربع. السؤال السادس: يضم حي المال والأعمال في مرحلته الأولى نقط أبراج بنشاط إداري 10 أبراج بنشاط إداري. السؤال السابع: تعد نقط أكبر من مساحة سنغافورة العاصمة الإدارية الجديدة. السؤال الثامن: تعد العاصمة الإدارية الجديدة أكبر 4 أضعاف من مدينة واشنطن. السؤال التاسع: أعلن عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة عام 2015 ميلادية. السؤال العاشر: تقع العاصمة الإدارية الجديدة عند التقاء خط العرض 30.1% درجة شمالا وخط الطول نقط شرقا 31.45% درجة شرقا. السؤال الحداشر: أعلن عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في مدينة شرم الشيخ. السؤال اتناشر: أنشئت العاصمة الإدارية الجديدة لتخفيف الزحام عن مدينة القاهرة. السؤال تلتاشر: من مدن الجيل الرابع التي أنشأتها الدولة مدينة نقط ومدينة نقط، مدينة العالمين الجديدة ومدينة العاصمة الإدارية الجديدة. سؤال 14: تقع العاصمة الإدارية الجديدة في محافظة القاهرة. السؤال 15: من أهم الأبراج الموجودة بحي المال والأعمال البرج الأيقوني. السؤال رقم 16: من الأبراج الموجودة بحي المال والأعمال: رقم 1 برج تاج مصر، رقم 2 برج دايموند، رقم 3 برج ألفا نينتي. سؤال 17: تدار العاصمة الإدارية الجديدة من خلال شركة العاصمة الإدارية للتنمية. سؤال رقم 18: أنشئت العاصمة الإدارية الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. سؤال رقم 19: عاصمة جمهورية مصر المستقبلية الجديدة هي العاصمة الإدارية الجديدة. السؤال رقم 20: ارتفاع البرج الأيقوني نقط مترا 385 مترا. سؤال رقم 21: قام بتنفيذ البرج الأيقوني شركة CSCAC. سؤال رقم 22: البرج الأيقوني أطول برج في مصر وقارة إفريقيا. سؤال رقم 23: شركة CSCAC التي أنشأت البرج الأيقوني جنسيتها شركة صينية.
سؤال رقم 24، يضم حي المال والأعمال في مرحلته الأولى نقط أبراج بنشاط سكني، 5 أبراج بنشاط سكني. السؤال رقم 25، حي المال والأعمال يضم إلى جانب البرج الأيقوني نقط مجمعا تجاريا، 12 مجمعا تجاريا. السؤال رقم 26، يضم حي المال والأعمال في مرحلته الأولى نقط أبراج بنشاط مختلط، 3 أبراج بنشاط مختلط. السؤال رقم 27، نقط هو المركز المالي للعاصمة الإدارية، تم إنشاؤه ليكون مركزا وقوة إقليميا لكبرى الشركات والبنوك المصرية والعالمية، حي المال والأعمال. السؤال رقم 28، يقع حي المال والأعمال غرب الطريق الدائري الإقليمي. السؤال رقم 29، سيضم البرج نقط فندق وشقق سكنية ومكاتب إدارية وسينما ومسرح وحلبة تزلق على الجليد ومهبط مروحيات. الإجابة البرج الأيقوني. السؤال رقم 30، نقط هو المقر الجديد لوزارة الدفاع المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة. الإجابة الأكتاجون. السؤال رقم 31، تبلغ مساحة مبنى الأكتاجون حوالي نقط فدان، 22,000 فدان. السؤال رقم 32، يضم مبنى الأكتاجون نقط منطقة لكل منها دورها المخصص مما يجعله أكبر مقر دفاعي في العالم، 13 منطقة. السؤال رقم 33، مدينة نقط هي مؤسسة ثقافية فنية مصرية انشئت كي تكون منارة للإبداع الفني والفكري في مصر، مدينة الفنون والثقافة. السؤال رقم 34، انشئت مدينة الفنون والثقافة على مساحة 127 فدان. السؤال رقم 35، مدينة نقط هي مؤسسة ثقافية فنية مصرية انشئت كي تكون منارة للإبداع الفني والفكري في مصر، مدينة الفنون والثقافة. السؤال رقم 36، تم افتتاح مدينة الفنون والثقافة في 20 نوفمبر 2021 ميلادية. سؤال رقم 37، تضم مدينة نقط متحف عواصم مصر ودار الأوبرا ومسرح رمسيس الثاني وقاعة احتفالات كبرى، مدينة الفنون والثقافة. السؤال رقم 38، توجد مكتبة العاصمة الإدارية الجديدة في مدينة الفنون والثقافة. سؤال رقم 39، أول وأكبر مدينة أولمبية متكاملة في مصر تضم العديد من المنشآت الرياضية والعامة هي مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية. سؤال رقم 40، يبلغ سعة استاد العاصمة الإدارية حوالي نقط متفرج، 90,000 متفرج. السؤال رقم 41، أنشئت مدينة نقط في العاصمة الإدارية للعمل على زيادة النمو الرقمي والتحول التكنولوجي، مدينة المعرفة. سؤال رقم 42، تضم مدينة المعرفة نقط منشآت رئيسية، 4 منشآت رئيسية. سؤال رقم 43، تبلغ مساحة مدينة المعرفة حوالي نقط فدان، 250 فدان. سؤال رقم 44، تقع مدينة المعرفة نقط الطريق الدائري الإقليمي غرب الطريق الدائري الإقليمي. سؤال رقم 45،
بدأ العمل على إنشاء مدينة المعرفة في أغسطس 2019 ميلادية. سؤال رقم 46، توجد جامعة مصر للمعلوماتية في مدينة المعرفة. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله الفيديو القادم نستكمل باقي الأسئلة عن المشروعات القومية والجزء الثاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.